استمراراً لكشف فشلهم السياسي والعسكري، الاستخفاف بالرأي العام الكردي في كردستان سوريا، تستمر قيادات قسد ومسد في تكذيب أقاويل بعضهم البعض. الهدف هو تضليل الشعب الكردي. تصريحات مسؤولو قسد ومسد تكشف خلافاتهم السرية. من جهة يقول قائد قسد مظلوم كوباني بأن دولة تركيا همجية بأفعالها. منذ فترة طويلة تحاول الدولة التركية بدء عملية برية، وقبل فترة وجيز الرئيس التركي أردوغان وبشكل رسمي قال في بيان بأنهم سيقومون بعملية في كوباني ومنبج وتل رفعت. نحن ننظر إلى هذه التهديدات التركية بشكل جدي. تركيا اتخذت القرار ببدء عملية على هذا المنوال. يتبين من هذا أن الدولة التركية أصبحت همجية بأفعالها. ومن جهة أخرى، وفي أقل من 24 ساعة على تصريح مظلوم كوباني، تخرج إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمسد وعضو اللجنة المركزية لبككة لتكشف وتثبت الخلافات بينهم، وتقول بأنهم يهدفون لتكوين علاقة أمن وسلام مع تركيا. نحن نسعى لأن يكون هناك علاقة أمن وسلام ما بيننا، خاصة وأن تركيا هي مجاورة للحدود السورية بشكل مباشر، ونحن لم نستهدف الأمن الداخلي في تركيا نهائيا. لم تتوقف خلافاتهم على تصنيف تركيا كدولة جارة أم دولة همجية، بل حتى علاقاتهم مع النظام السوري، حيث أصدرت كل من قيادات قسد ومسد بتصريحات متباينة يقول فيه مظلوم كوباني بأنهم سلموا المناطق من عام 2019 إلى النظام السوري، وعدد مسلحي النظام أكثر من عدد عناصر قسد، وعليه أن يقوم بواجباته لحماية المنطقة. أقول وبكل شفافية، لقد أنجزنا مسألة الحدود مع النظام السوري. الآن الجيش السوري ينتشر على كامل الحدود وبشكل رسمي. بينما تكذب إلهام أحمد في تصريح لها أقوال مظلوم كوباني، وتقول بأن لهم مشاكل كبيرة مع النظام السوري. أننا في قضايا ومشاكل مع النظام الحاكم في سوريا. الخلافات المستمرة بين قيادي قسد ومسد وبيادي تسببت في خلق حالة من الذعر بين المواطنين، خاصة لطالما أثبتوا فشلهم السياسي وشعاراتهم ووعودهم ما هي إلا كلمات بدون أفعال، خاصة وعودهم بمحاربة تركيا باتت تثير غضب الرأي العام الكردي، وتعيد إلى ذاكرتهم سيناريو عفرين وسريكاني وغريسبي، لا سيما بعد تهديدات مظلوم كوباني بتحويل كافة المناطق الحدودية إلى جبهات قتال مع تركيا. من جهتهم، أعرب المراقبون عن قلقهم على الشعب الكردي ومستقبل المنطقة في ظل استمرار قيادات قسد ومسد وبيادة في تقديم الحجج لتركيا ونشرهم شعارات طنانة فقط للاستعراض. فمنذ استلام إدارة بيادة السلطة من النظام السوري لم تتوقف عن الدعاية التضليلية، ولا تزال مستمرة فيها رغم كل نتائجها الكارثية على الشعب الكردي.